برنامج ختايم مش مقتصر على مدينة معينة أو مكان معين، ونحن اليوم موجودين في مدينة الشحر في ختم مسجد الغالبي. طبعا معلومة، نحن في المكلة نقول له الختم وهم يقولون له ختامي. أيوة هم يقولون له الختامي. خلوكم معنا في كل الفقرات والفعاليات الموجودة في الختم، وإن شاء الله تنال إعجابكم. ختامي هو هنا عندنا في شهر يقوم في النصف الاخير من رمضان. ايوه، وليس كالمكلة يبدا من اول رمضان. وهو يعني عباره عن احتفال وابتهاج باخواتيم رمضان عندنا نحن في الشهر. ويقام في المسايد الواحد بعد الاخر على حسب عادات وقدها مرتب المسايد يعني على ايام رمضان ما بعد ال15. صادف يعني مثلا كل مسجد لحاله في اليوم ولا اكثر؟ لو يوم معلوم المسجد. لو يوم معلوم في الشهر يعني. تسري العادة على كده سنويا زي اليوم يعني اليوم الغالبي ويش عاد؟ اليوم الغالبي وباقرين. أيوة. هذا عندهم الختم اليوم. الجيل الجديد هذا من الشباب حاولوا يطورون الاحتفال يعني يعني مشان يكون مظهره أكثر ابتهاجا يعني، وحاول يعني يعملون جزء كده يعني يعني شبه متحف يعني من يعرضون بعض المعاثر القديمة. والسلام فلا لحزن أو هوان، شهر مهلا بنوره بالبشر يقبلا والأمان، شهر المحبة والسلام فلا لحزن أو الختايم وارتباطها بصلة الأقارب. في ناس في ليلة الختام يجون عندنا. نعم نعم. أيوة. كنا احنا ولفة وربط وجمع. أيوة. بين الأهالي وعزايم ما شاء الله، ود بعض الأحيان يكونون بعض الأسر مبعدة شوية. ولكن هذا ما شاء الله يعني إذا ما بيشهروا الختام هذا يقرب ما شاء الله يعني تقريبا يشهر برمضان وبالختم هذا وصلة أقارب وجمع أرحام ما شاء الله، وعادة بسيطة جدا يعني ولا لها أي مشكلة في أنواع السياسة ولا في مجال بعض الأمور اللي معقدة. ولا طبعا الأطفال حسب ما تشوفون يعني الأطفال ما شاء الله على فرحة. الفعاليات الرمضانية وهي الختاميات التي تجرى في مدينة الشهر هذه الأيام، وأيضا مثل ما ذكرت أنت قبل قليل في تقديمك أن الاسم يختلف من المكلة إلى الشهر، حيث أنه يسمى في المكلة ختايم وعندنا في الشهر يسمى ختامي. جات الأحلى ختامي أكيد بالشهر يا أحلى. طيب جميل. أيضا الفعاليات هنا في مدينة الشهر أغلبها تكون في المساء، كل الفعاليات الختامي تكون في المساء حيث يتواجد الباعة المتجولون، أيضا الختامي يكون هي أيضا مساعدة أصحاب الدخل المحدود للتحسين من وضعهم والبيع في مثل هذه التجمعات، أيضا تكون هناك صلة رحم في هذه الفعالية حيث أن الجميع يتعازم أهل الحارة يتعازمون أهاليهم في الحارة الأخرى من أجل حضور الفرحة وتقاسم الفرحة بين كافة الأسر هنا في مدينة الشهر. وأيضا هناك مثل ما يقال يسمى الزف عندنا. الزف هذا بعد متى يكون؟ الزف من الساعة 11 إلى الساعة 12 إلى الساعة 1، بعد ما يجيبون الأدعية حقهم بعض الموشحات في المسجد يتم خروج هذا الزف ومعهم فوانيس يخرجونها زي هذا كذا زي الفقرة الرقصة أو شيء كذا نزومها إلى خارج المسجد وثم بعدها ينتهي الختام.
أجمل شهور الله يا الشهر الفضيل. مرحبا يلي قدومك يستحي منه الظلام وما يحبك غير مؤمن وما يصد إلا بخير ويشهد الله كم نحبك قد ما قام الصيام. اليوم خريتوا الخاتم متلبسين صح؟ من لبسها؟ ماما. ماما الله يحفظها. وانت؟ ماما. ماما. وانت؟ بابا. بابا. ماما. وانت؟ نعم. ايوه انت لبست نفسك والنعم. طيب ايش يعجبك في الخاتم؟ ها؟ ايش يعجبك في الخاتم؟ الالعاب، الاكل، العراوس. العاب. ها؟ الالعاب. وام اللعبة؟ مسدس. مسدس. طيب وانتي واش اشترتي ماما؟ اشترتي شي العاب؟ وام اللعب؟ عروسه. ها؟ عروسه. تساعدون امكم؟ ايوه. وين تلبون؟ اني نقوش ونغص الوعيه. ايوه. ونقوش الصاله. الصاله ايوه. والغرفه الصغيره. ايوه. وانتي؟ نقوش الغرف ونقوش الماد ونقوش بقى كله. هي قال نقوش الماد. نقوش اللي بشكل غصه ثاني، الماد الثاني. دحين من يقوش الماد والصال؟ نقوش الماد والصال والغرفة الصغيرة، ودي تغص للوعي حق الدي. آه نقوش طيب. الحوش. طيب. أهم شي تساعدون أمكم، لأن شغلة بعد شوي هدي بتقع. شهر الصيام الله يقبل كل دعوة وكل دمع مستحيل والله يجزي من تحمل لأجل ربه واستقام والله يعطي كل صايم لذة الصبر الجميل عد ما صلى المصلي وطاف البيت الحرام. وانتي؟ افنان فوزي بشميلي. طيب معنا سلمى وافنان، نبغى منكم انشودتين، منش انشوده ومنها انشوده بس تكون قصيره تمام، واحلى صوت انتو تختارونه تستحق الجائزه معنا. يلا بسم الله. اماني بقربك ثابت بحبك احبك احبك يا ام الحبيبه يا أم الحبيبة. أنا أحبك يا شهر الخير لأنك أحلى أيامي، أحب أزور أحبابي وأخوالي وأعمامي، يا محلى الصوم مع أهلي وخمسة فروض يا صلي. اللي نذكر اسمها ترفعون يداتكم تمام. سلمى. أفنان. سلمى. أفنان. طيب وفازت معنا بهذه الجائزة الأولى المقدمة من مؤسسة بن ماهر يا أفنان، ونسمع لها تحية. جميل، شكرا يا سلمى، مع السلامة. وهذه الجائزة ألف مبروك. ألف مبروك. الله يبارك. المسابقة هو بعطي العمامة هنا، تفضل بتكلم تمام. تمشي العمامة، مشي العمامة، عطها يا لا لا وانت قيم، مشي العمامة. أيوة الوقت اللي نسكت فوقه وتكون الشخص اللي معاه العمامة ينزل. ذهب زيكو إلى ختم مسجد الغالبي بالشحر، نسمع له تحية بالله. جميل جميل، تفضل بابا.
والأماكن اللي عاشت فرحة أو ذكرى رحيل خذها يا ربي. ورجع إلى البيت وقال يا أبي لقد رأيت أحمد وصالح أصدقائي في الختم، وإن الختم أعجبت به كثيرا. جميل جميل. فايز معنا اسمك؟ عبد الله صالح مدي. والنعم عبد الله يستحق معنا جائزة مقدمة من مؤسسة من مهري، ونسمع له تحية. شهر الصيام الله يقبل كل دعوة وكل دمع واستحيل، والله يجزي من تحمل لأجل ربك.